بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركاته من الان والى الابد امين اقرا لاجل تعلمنا جزء من سفر الامثال لسليمان الحكيم في الاصحاح 15 من عدد 8 ذبيحه الاشرار مكرهه الرب وصلاه المستقيم مرضاته مكرهة الرب طريق الشرير وتابع البر يحبه. تأديب شر لتارك الطريق مبغض التبوي التوبيخ يموت. الهاوية والهلاك أمام الرب كم بالحري قلوب بني آدم. المستهزئ لا يحب موبخه إلى الحكماء لا يذهب. القلب الفرحان يجعل الوهج الوجه تالقا وبحزن القلب تنسحق الروح قلب الفهيم يطلب معرفه وفم الجاهل يرعى حماقه كل ايام الحزين شقيه اما طيب القلب طيب القلب يعني الراضي اما طيب القلب فوليمه دائمه القليل مع مخافه الرب خير من كنز عظيم مع هم اكل من البقول حيث تكون المحبه خير من ثور معلوف ومعه بغضه الرجل الغضوب يهيج الخصومه وبطيء الغضب يسكن الخصام طريق الكسلان كسياج من شوك وطريق المستقيمين منهك الابن الحكيم يسر اباه والرجل الجاهل يحتقر امه الحماقه فرح لناقص الفه اما ذو الفه فيقوم سلوكه نعمه الله مجيد اللي هو يعتبر آخر الأعياد السيدية في السنة الكنسية السنة القبطية ويوم الحد يوم الجمعة نحتفل بعيد وتذكار إصعاد جسد أمنا العذراء مريم ظهور إصعاد جسد أمنا العذراء مريم كل سنة وحضراتكم طيبين معانا النهارده بعض الأحباء من إخوتنا المقيمين برا من إيطاليا وأبو ظبي وأستراليا وفرنسا أهلا بيهم ومعنا النهاردة في صلاة العشية خورة الشمامسة كنيسة السيدة العزراء مريم فابو حمد شرقية تحت رعاية صاحب النيافة أنبا مقار أسقف مراكز الشرقية والعاشر من رمضان كلمتكم في الاسبوعين اللي فاتوا عن حياه الرضا وفي حياه الرضا اتكلمت عن هذا الشعور الذي يجتاز في حياه الانسان فيجعله راضيا وكلمتك عن ملامح حياه الرضا وعن فضائل الانسان الراضي، وعن معوقات الانسان اللي بتمنعه انه يكون انسان راضي، والنهارده عايز اكلمك عن كيف نقتني حياه الرضا. كيف نقتني حياه الرضا؟ لكن عايز ابتدي لك القصه من بدري شويه يعني ايه من بدري من قبل خلقه الانسان قبل ان يوجد الانسان كان مجرد فكره في عقل الله الله الخالق العظيم فكر فيك قبل ان يوجدك وفكر فيك كشخص كإنسان تولد في هذا العالم وعايز أقول لك أكتر أنه كان مشغول بيك وإنت لسه ملكش إسم ولسه مظهرتش في الوجود لكن الله في ترتيبه أن يوجد إنساناً هو أنت يخلقك في زمن معين، وفي توقيت معين، وبجنس معين، وتتولد على أرض معينة، وتصير أنت. والحكاية دي مهمة جدًا إنها تكون في بالنا، لأن ده يعتبر أساس حياة الرضا، إن أنا من قبل وجودي الله مهتم بي الله واخد باله مني وده بنسميه انشغال الله الخالق بخلقه يديه ده يمكن قبل الاب اي اب ما يتجوز الام الزوج والزوجه قبل ما يعرفوا بعض انت كنت في ترتيب الله انك ذات يوم ستولد هو عارف وعارف كل خطوة بل إن حياتك كلها مكشوفة أمام عينيه كلها ربنا هيديك عمر قد إيه مائة سنة أكتر أقل هذه السنين الطويلة بكل تفاصيلها مكشوفة أمام الله ومعروفة فأنت كنت فكرة في عقل الله وانشغل بيك حتى اوجدك، فانت موضع اهتمامه قبل ان توجد. ده الاساس القوي لحياه الرضا. طب وبعد كده الله اوجد ظروف الظروف المعينه دهيت سمحت ان س يتزوج بصاد وأنجبوا الإنسان إنسان وسموه اسم وصار معروفا على الأرض بالاسم اللي خده في ميلاده ودي بنسميها المرحلة الثانية اللي هي خطة نظام الله في البشر يعني ممكن أبسطها بطريقة تانية وأقول أنت كنت فكرة في عقل الله وبعد كده صرت خطة في قلبه شوف دي أنت إنسان مهم أو أنت كائن مهم خطوة الثالثة بقى أن صرت فرحة في يدي الله عندما أوجدك فالله لا يخلق إنسانا بلا هدف كل انسان الله اوجده على هذه الارض له مقصد وله هدف. كلام بصوره تانية الله لم يخلقك صدفه او اعتباطا او يعني مش واخد باله حاشا الله. فكنت فكره في عقله وخطه في قلبه وفرحه في ايديه لذتي في بني ادم وصار الله مسرورا بك كثيرا جدا بقى فرحان بيك قوي كل واحد فينا كده احنا يمكن بنعبر في حياتنا البشريه لما الام تبقى حامل ننتظر المولود اللي جاي يوم ما يتولد تبقى فيه فرحة كبيرة في البيت ويتسجل في المواليد ويبقى له اسم في المكان اللي اتولد فيه ونقعد نفكر في اسمه هيبقى ايه ان كان ولد أو بنت ونعبر عن الفرح ده والناس تيجي تبارك ده دي كلها أفعال بشرية أما الله الخالق فله فرح خاص بوجودك أنت طب وبعد كده بعد كده بتعيش الحياة وزي ما بيقول لنا في سفر الخروج أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم بكم إلي شايلنا والطفل الصغير ده يكبر شوية بشوية حتى يصير إنسانا كاملا وبالغا طيب ازاي الانسان بهذه الخلفيه يعيش في حياه الرضا؟ كيف يقتنيها؟ هقول على ثلاث جوانب مهمه تخلي الانسان دايما فرحان وعايش في جو الرضا. اول حاجه الطاعه والقبول. قبول مواعيد الله. الانسان اللي درب حياته على انه يطيع. والطاعه فيها شكل من اشكال الايمان او شكل من اشكال التسليم زي ما هقول بعد شويه. تعالى كده ارجع وياي لابراهيم ابو الاباء. ابراهيم ابو الاباء كان يحيى في أور الكلدانيين اللي هي في العراق وبعدين جالوا النداء الإلهي أحب أقرأه وياكم عشان تشوف إزاي فكر قال الرب لإبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك أو من بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة واباركك واعظم اسمك وتكون بركه وابارك مباركيك ولاعنك العنه وتتبارك فيك جميع قبائل الارض ده نداء رساله يقول لنا الايه اللي ورا الجزء اللي قريته فذهب ابرام كما قال له الرب وذهب معه لوط يعني لما تقرا سياق الحديث في ثلاثة أو أربع آيات هتلاقي الأمر الإلهي والطاعة الإنسانية أو الطاعة البشرية على طول تمها. طاعة الإنسان. وبالحقيقة زي ما بنتعلم في النسكيات الدائرية على ابن الطاعة تحل البركة. الحياة تشهد بذلك. الإنسان الذي يعيش في الطاعة ينال بركة. في البيت ينال بركة الأسرة. في الدير ينال بركة الرهبنة. في الخدمة ينال بركة الكنيسة. في المجتمع ينال بركة المجتمع اللي هو عايش فيه. الطاعة. وطبعاً واضح لحضراتكم أن أنا أقصد الطاعة الحكيمة. مش الواحد هيطيع أي كلام يتقال له يعني، الطاعة المتعقلة يعني. لكن جو الرضا الانسان لا يستطيع ان يشعره الا اذا عاش في هذه الطاعه. الانسان الرافض واللي مش عاجبه حاجه واللي عايز يمشي مخه وافكاره قدام عينيه هي الصائبه غالبا لا يشعر بالرضا. ده اول جانب. الجانب الثاني اللي بيساعد الانسان في حياه الرضا هو التسليم وابسط صوره للتسليم هو الاب اللي ماسك ابنه وماشيين في شارع زحمه الطفل الصغير مشغول باللي بيحصل في الشارع الناس اللي رايحه واللي جايه والعربيات وحركه العجل والحاجات دي كلها لكن في منتهى الامان مسلم، حياته كلها لأنه ماسك في ايد أبوه يشعر بمنتهى الأمان. علشان كده في سير القديسين لما كان أخ مبتدئ أو حتى في بدايات الطريق يتعرض لحروب كان يقف ويصلي يقول كده ببركة أبي ارفع عني يا رب هذه الحرب. حياة التسليم والإنسان في الأزمان اللي احنا بنحياها دهيت علشان عقله اخترع حاجات كتيرة وابتكر وبقى الإنسان إله نفسه وصل بالإنسان إنه ما يعرفش يسلم مخه عمال يفكر كل حاجه بيفكر بطريقه سلبيه. أما التسليم فهو التفكير الهادئ، يقول لنا في الجزء اللي قريته: أما طيب القلب فوليمة دائمة. فرحان راضي في حالة تسليم قلبي، تسليم داخلي. و... بيشعر الانسان دايماً بشكل من اشكال الراحة النفسية، الراحة الداخلية، أحياناً الانسان ما يشعرش براحة نفسية لأنه عايز يعمل كذا ومش عاجبه كلام كذا والشخص الفلاني طريقته مش داخلة مزاجه، بيحكوا في تاريخ البشر أن البشر تحكم فيهم في أول ما ابتدوا علاقات على وجه الارض ايام قبل ميلاد المسيح الاخلاق زي ما بنسمع في الفلاسفه قبل ميلاد المسيح الاخلاق كانت هي العنصر الحاكم وشويه بشويه تطور البشر وعرفوا الله وعرفوا تجسد المسيح وعرفوا الصليب الكلام ده حصل من ألفين سنة لكن الإنسان من بداية الثورة الصناعية في العالم واختراع الآلة ثم اختراع التكنولوجي صار الإنسان مزاجه وعقله هو إلهه أنا مرة من المرات كنت بكلم مجموعة من الشباب برا مش شباب مش مصري وبعدين بتكلم على الله وإنه هو اللي بيدبر حياتنا ففاكر وقفت بنت عمرها 18 سنة وقالت لي أنا عاوز ربنا في إيه أنا لما عاوز الكهرباء بضغط على مفتاح النور تيجي الكهرباء عاوز النور ليه عاوز الله ليه طبعا ده فكر قاصر. حياة التسليم فيها ضمان للصحة النفسية للإنسان. الصحة النفسية، هي الصحة النفسية يعني إيه؟ يعني كل وظائف جسم الإنسان متوافقة مع بعضها. عشان كده الإنسان صحيح. لكن لما وظائف جسم الإنسان يحصل فيها صراع ويحصل فيها رغبات ويحصل فيها تطلعات وربما بعيدة عن إيد الإنسان إلى الإنسان دايما دخل في أتعب نفسية التسليم أداة أمان أقرب مثال كلكم بتحبوه رعوس رعوس الجميلة التي عاشت حياة التسليم لآخر يوم في حياتها ولما تقروا السفر بتاعها والسفر صغير أربع إصحاحات تقدر تختصره أن رعوس إنسانة تعيش حياة التسليم رغم كل الظروف اللي هي وجدتها في مشوار حياتها الأمر الثالث أو الجانب الثالث اللي يخليك عايش في جو الرضا هو الثقة والإيمان الثقة في شخص المسيح اللي بيدبر هذه الحياة لما بنقرأ يا بعض الآية اللي بتقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله يا ترى وقعها عليك إيه يا ترى بتشعر بيها بإيه كل الأشياء تعمل معا للخير عندي ثقة وعندي إيمان داخلي أن يد الله قوية وما زالت تعمل، وهو يدبر كل شيء. وتدبيرات الله للإنسان تدبيرات حكيمة. وأحياناً الإنسان ما بيبقاش عارف يا ترى اللي بيحصل قدامه ده الخير ولا مش لخيره، لكن من خلال ثقته وإيمانه تصير حياته في جو الرضا. الجميل هدي لك مثال بتحبه خالص شاول الترسوسي كان يضطهد كنيسة الله بإفراط وكان اسمه مجرد ذكر اسمه شاول الترسوسي يزعج كل أحد وبعدين يا شاول قال لما ظهر لي المسيح في طريق دمشق وكلمني انا ما لقيتش غير جمله واحده اقولها له ماذا تريد يا رب ان افعل وهنا يبان الجوانب الثلاثه الطاعه تسليم الثقه في شخص المسيح ماذا تريد يا رب ان افعل عايزني اعمل ايه وده احد اسئله الكتاب المقدس الجميله ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ أنا مش عايز أعمل حاجة بمخي أو بفكري أو برغبتي أنا عايز أعمل اللي أنت عايزه يا رب اللي يفرح قلبك ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ يمكن لما تفتكروا ويايا أيام ما السيد المسيح انحنى يوم خميس العهد وغسل أرجل تلاميذه بطرس الرسول ابتعد ورفض في الأول فرد عليه المسيح رد جميل قوي لست تعلم الآن ما أنا فاعل أو فاعله أو ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد في حاجات كتيرة بتبقى قدامنا بس مش عارفين ليه عليها علامة استفهام كبيره ولكن الله في التوقيت المناسب يعمل ويعمل لخير الإنسان. يقول لنا كده كل أيام الحزين شقيه. الإنسان اللي مش عاجبه حاجه وعايش في جو من الحزن كل أيامه تعبانه. أما طيب القلب فوليمة دائمة. الآية دي أمثال 15 15. سهلة في الحفظ كل أيام الحزين شقية الحزين ده الإنسان البعيد عن ربنا والإنسان اللي ماشي بفكره بس والإنسان اللي مش متعزي في الطريق الروحي والإنسان اللي جوه اللي جواه أمواج وصراعات من رغبات كل أيامه شقية أما طيب القلب الإنسان الراضي الإنسان الذي في حياته الطاعة الروحية الإنسان اللي في حياته حياة التسليم يشعر كده أنه وليمة دائمة وليمة دائمة يعني شبعان حاسس كده بشبع وليمة دائمة يبقى شيء أحب أن أنا أنك تعرفه ان الممارسه العمليه لحياه الرضا هقول لك على بعض افكار اول فكره تجنب في حياتك كلمه اشمعنى كلمه اشمعنى دي كلمه ضاره جدا بحياه الرضا وتعالى كده ويايا لما المسيح قدم لنا مثل الوزنات في واحد عطاله خمسه واحد له اثنين واحد خد واحد لكن لم نقرأ أو نسمع أن اللي خد اثنين قال اشمعنا اشمعنا أعطيته خمسة وأعطيتني اثنين ما سمعناش كلمة اشمعنا دي أحد الكلمات التي تجرح حياة الرضا كلمة اشمعنا في حين أبو خمس وزنات عندما تاجر فيها وربح نال تطويبه، كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك. واللي خد وزنتين وتاجر وربح ولم يتذمر. كانت النتيجه إنه سمع نفس التطويبه، كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك. كلمة إشمعنا الله عندما يتعامل مع البشر كل إنسان له احتياجاته حتى ولادنا يعني لو عندك اتنين أو ثلاثة من الاولاد سواء أولاد أو بنات كل واحد احتياجاته غير التانية ولازم من الصغر نتعلم أن ما فيش كلمة إشمعنا لان الكلمه دي بتخلي الانسان يطلع بره هذه الحياه حياه الرضا دي فكره الفكره التانيه ان قلل في كلامك كلمه لا كلمه لا كلمه حاده حتى الموسيقى بتاعتها الموسيقى العربيه بتاعت كلمه لا كلمه ممكن تتعب الود بعكس كلمه حاضر كلمة حاضر كلمة حنينة على الود فتعلم وعلم أولادك أن كلمة لأ دي ما تتقالش لأ يعني رفض وزي ما ذكرت وياكم مرة سابقة أن من أمثال العرب قول نعم يزيد النعم كلمة نعم بتكتر النعم وطبعا في ما بين الكلمتين كده تقابل جميل، التذمر يفقد الإنسان حاجات كتيرة، هنروح بعيد ليه؟ الابن الضال لما رجع البيت كله كان فرحان، أما الأخ الكبير فكان في منتهى التذمر وكاد أن يقلب الفرح اللي عاش فيه البيت برجوع الابن الضال كاد ان يقلب هذا الفرح حتى ابوه استدعى انه يخرج له ويقوله له ويفهمه لكن كان في حاله تذمر داخلي في قلبه تجنب كلمه لا حتى لما وانت بتتخاطب ويا اولادك في البيت وفي حاجه عايز تقول عليها لا قولها بصياغه تكون مريحه يعني مثلا ممكن اقول صياغة هنشوف الحكاية الفلانية. صياغة بسيطة، لكن الكلمة نفسها كلمة حادة. فكرة أخرى إن لو اتحطيت في موضع اختيار ما تختارش أنت الأول. ما تختارش، إدي فرصة للطرف الآخر إن هو اللي يختار الأول. هكذا صنع إبراهيم أبو الآباء مع ابن أخوه لوط. ما تختارش، وحتى في تعاملنا ويا أولادنا لازم نعلمهم الحكاية دي. مش شرط الكبير هو اللي يختار كل مرة. ده ممكن مرة الكبير، مرة الصغير، مرة الولد مرة البنت عشان الإنسان يشعر في الاختيارات دهيت إن مش هو وبس في آخر أو في آخرين حتى برضو في حياتنا الديرية مدبر الدير هو اللي بيوزع علينا الأعمال انت اشتغل كده وانت اقف عن كده وانت اعمل كده وده طبعا يدخل تحت باب الطاعه وتربيه الطاعه. كمان فكره اخرى ان خلي دايما كل احاديثك مصحوبه بابتسامه. بابتسامه. احيانا واحد يبقى وهو بيقول اي كلام يبقى في حاله تكشيره. في حين ان الابتسامه دي اللغه اللي ممكن يفهمها كل الناس. مش عايزه ترجمه يمكن اللغات الكلاميه تحتاج ترجمه عشان كل واحد يفهمها بحسب لغته. لكن الابتسامه زي ما بيسموها اللغه العالميه. خلي كلامك دايما مصحوب بابتسامه. طبعا في فرق مثلا لما تقول لابنك انا مخصمك او انا زعلان منك او انا بفكر ازعل منك المراحل دي بتعطي جو هادئ في تربيه اولادنا وازاي افهمه في اختيار حاجه معينه وكل ده وانت مصحوب بابتسامه لان احيان غياب روح الفرح او روح الابتسامه يخلي ما تقوله اوامر ناشفه احيان يقولوا الصغيرين يقولوا على الكبار ان هم في البيت زي اللي خانقنا طبعا هو مش المقصود كده بس الطريقه والاسلوب ممكن يكون بالشكل ده فكرة أخرى خلي دايماً عندك عبارات إيجابية، لما بنخاطب ولادنا بطريقة إيجابية بتفرحهم. مرة من المرات كنت في مالطا وكنت بزور عمدة مالطا، بس هو يبدو إنه تأخر مجرد دقيقة، فأنا وصلت قبليه. فرحب بيا وبعدين عايز يعرفني على هيئة مكتبه فهو مكتبه فيه ثلاثة بيشتغلوا راجل كبير وشاب صغير وشابة فلما جه يقدمهم ليا خاطبهم بعبارات هم يحبوها مش بأسمائهم يا يعني مش قال لي ده فلان جه على الراجل الكبير وقال لي This is my reference ده مرجعي راجل له بقى خبرة سنين وجه على الشاب اللي وياه قال لي This is my right hand ده دراعي اليمين في الشغل وجه على البنت اللي بتشتغل وياه وقال كده This is my flower دي وردتي الثلاث صفات الجميلة دي هو ما قالش أسمائهم لكن قال صفات عنهم طبعا أشعرتهم بمنتهى الفرح وأنا الضيف اللي موجود حفظت القصة ده يمكن لو كان قال لي أسمائهم كنت نسيت لكن اللي قالها لأنه قالها بالصفات فاكر القصة دي حصلت من يمكن 12, 15, 12 سنة 13 سنة فإزاي الإنسان يخاطب الآخر بصفة يحبها أحيانا الأب والأم في البيت يتريقوا على ابنهم مثلا يبقى عندهم ضيف كده ويجي الطفل عمره عشر سنين مثلا يقول لك فلان عامل لي فنان بدل ما يقولوا عليه صفة حلوة بيبتدوها بالتريق, بالتريق أو السخرية منه أما الإنسان الشاطر إزاي يبتكر صفات لكل أحد بطريقة إيجابية ده يشعر الإنسان بجو الرضا وجو السعادة النفسية والأفكار كتير خالص أنا كتير لما تيجي مثلا أم تقول لي عايز أشكي لك عيالي عندي ثلاث عيال مغلبيني صبيان يعني فاقول لها دول ثلاث ملائكه فالست تبص لي كده وهي يعني مش مش عاجبها حكايه ملائكه دي وهتبتدي تقول لفظ تاني اقول لها اه ممكن ما يكونش ما يكونوش ملائكه فتنظر لي كده وانها يعني ان انا هتوافق وياها في الكلمه تانية اقول لها اه هم مش ملائكه ده هم رؤساء ملائكه وطبعا يعني تحرج بقى تقول اي لفظ تاني واحيان يبقى اسره عندهم ثلاث بنات كان نفسهم في ولد والحكايه دي عامله لهم ازمه مع ان الثلاث بنات حلوين خالص فاقول للاب كده يعني انت عندك ثلاث وردات يا بختك عايش في حديقه او في بستان الصفات الجميله دي تشعر الانسان بالرضا بالذات لما يكون اللي بيقولها شخص له مكانه في قلب المستمع بابا ماما آه، آه، استاذي ابونا وهكذا استخدم عبارات ايجابيه مع كل احد مع كل انسان اخر فكره حاول تكتب ثلاثين حاجة ثلاثين نقطة تشكر عليها ربنا في حياتك امسك ورقة وقلم كده لما ترجع البيت واقعد اكتب ثلاثين نقطة تشكر عليها الله واحد يمكن يقول لي يعني مش هلاقي ثلاثين لا اجتهد وخلي الورقه اللي انت كتبتها بخط ايدك تحطها في جيبك او شنطتك باستمرار ان دي صلواتنا الدائمه المرفوعه على الله اشكرك يا الله على كذا وكذا كل واحد بقى بيكتب بحسب رغبته لما بتشكر ربنا على الامور الكتيره الحلوه اللي في حياتك على الاشخاص على الأحداث على الأزمان على الأماكن على البيئات اللي بنعيش فيها بتشعر كده أن الله يغدق من نعمه كتير عليك في كل يوم وتكون حطرة قدامك يوم ما يجي شيء يضايقك أو يعني يعكر أفكارك أو يجرح حياة الرضا تتذكر هذه القائمة قائمة الشكر وقائمة الرضا وخليها دايما قدامك طبعا لو كتبتها بخط كبير شوية وعلقتها قدام عينيك باستمرار بالتأكيد هتدي لك دايما روح الرضا احنا بنتأمل في حياة الرضا باعتبارنا في سوم أمنا العذراء والعذراء مريم هي مثال لهذه الحياه الراضيه وده اللي جعل منها انسانه قديسه احنا بنطوبها وبنعيش وياها طول فتره الصوم لالهنا كل مجد وكرامه من الان والابد امين

بديا منو نايلانا كتير ترى سموستي متل مي بندى ميرشين سيدك متخلو انتي أكوبينو بنا انتي انت سو سالا بقديش صد بندى داميت سو بيني انتي سولو مون احنا كمان براقليه تومبي تبي ايجيني ابو سدولس سوي زفيره ما كننتا هو يا رافيني وجدت يا متنار شريف سبابة تا وادروس نمدي يا تني بس كوس ميتي

يا ترى صلى علينا وباركنا وزرق علينا وارحمنا رب خل شعبك وبارك مراسك وارفعهم بإشارة صليب المحي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها لنا في كل حين وليت الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريا 24 قسيس وأربعة حيوانات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماء وكل الذين عرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم من آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة هذا الصوم بركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جمعنا أمين بخريستوس بنوتي أمين أيها المسيح إلى ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا وجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات يقدس اسمه ياتي ملكوته كل مشيئته كما في السماء كذلك. سادة الفتى عطية يوم ورحمة مازلته كما نفهم حال المسلمين إليك ولا في تجربة لكنك من الشرير بما سيسعى ربنا أن لك الملك والقوة المجيدة من الأمين. والآن محبة الله الأب ونعمة الابن وحيد شركة وهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم أمضوا بسلام سلام الرب يحفظك. ومع روحك أيضا.